ها بدينا طيارات والله لا اجيك بالدبابه خليني احطك براسي تكفى والله اني بالمكيفات المتخلف ذا تبيني اطرده تبيني اطرده والله يفتح بس عطني اشاره بتهور اوكي والله بتهور الله وبركاته حياكم شباب شو سوين معكم احمد وشو مقطع جديد مقطع اليوم سولو سكواد زي المقطع اللي فات برضه سولو سكواد ثاني انكم تبغون انا ربي رغباتكم عموما ما بطول عليكم تويتش حقي بتلقاه تحت في الديسكريبشن نعم اذا ما انت مسوي لي فولو هناك روح سوي ترى بث بشبه يومي حتى وانا عندي اختبارات وفعل الجرس والكود حقي اذا ودك تحطه بكون شاكر كيفك تلقاه برضه تحت اذا عجبك المقطع لايك كومنت حق كومنت خفيف يعني ها معروفكم ها خفيفه اشتراك اذا ما انت مشترك نور القناه ونشر المقطع نشر كل مقطع بيدعمني شكرا لكم السلام عليكم نورين جميعا من طرف شونغ بونغ ويلكم حبيبي شونغ بونغ ما تقصر بدينا هذا وش ذا بعد من اللي دمجني كذا الله لا يوفق البيس شايف طبخ ثاني بلاغ من البيت فخور شباب الواحد ابغاه يلعب دائما بالحنكه والذكاء تمام انا الان محشور داخل سولو سكواد هي 28 البيت في واحد معرق فوق قاعد يجمع خشب ويلوت كل اللي عليك الصبر والسلوان والثبات عدوا الثلاثه 1 2 3 كل اللي عليك صبر عزيزي المشاهد اللعبة هذه لعبة صبر ما في وسيلة هيل فهذا وإندل يدل على أن البيت فيه باندج مزبونة وأبو بونغ راح يطلعها الآن بس أبو بونغ ما راح يطلعها أبو بونغ إيش بيسوي أبو بونغ بيطلع فوق بحارش اللي يطقون ليش لأن أبو بونغ ما في صندوق حلو ان ابو بونغ ما يمسك نفسه من طرف متبل بالمخلل والله نعم بالمخلل ونعم نعم والله يا ساتر طيب انا تفلى واموت والله انها رضعات هناك بروح اخذها لازم القى لي هيل الجيم بدايته زفت دمجني دمج غير طبيعي اللي في البداية فعشان كذا بروح ادز اخذ الرضعات اللي فوق بيت اليو اذا ما لقيت احد هناك اذا لقيت احد هناك انا ميت وقاعد اسولف يا شباب صح هذه الرضعات بلع فخي مرة ثانية طيب الفخ شغال زين معناته نفتح هذا على السريع ناخذ الرضعات وندز
شفت فايدة الفخوخ يا شباب؟ حياك الله يا سوسو. ما شاء الله فل شيلد كلكم ها؟ لا 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 ما حبيت شيء. والله يا عيال انه مو مقروشني الا هذا تشوفونه. ايوه فايت فايت ثلاث اسكارات وشتقن جديد ما حبيته وطياره. هذا الفايت بموت فيه. يلا ان شاء الله. اعطاني طلقة شوف كم خلى دمي. ولي كم واحد ناخذ حبة فطر عشان ما اموت بفخ. والله يطقون لازم اطب عليهم الان لازم الان اطب. لا تكفى شكلهم منور بس وين؟ والله انهم هناك. والله ذا جلدهم ذا جلدهم كهاك ذا. ضد اثنين نقول جي جي. والله كانت قريبة.
غلطة من جوا فوق. ايوه بقى واحد. شت حبيبي يا اياد الله يسلمك. جيجي